محاولة للمنتخب اليمني. حذار يا شباب، خطيرة الكرة، عرضية مرسولة تبعد، عادت يمنية، تصويبة، لا زالت الفرصة قائمة. الهدف اليمني الأول، الهدف اليمني الأول يسجل في هذه اللحظات. 1-0 للمنتخب اليمني، وهدف المباراة الأول يسجل. نعم يسجل في هذه اللحظات. هذه كرة الهدف، التصويبة اليسارية قوية جدا، صعبة 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 على حارس المرمى، سكنت في الشباك، قوية جدا باليسار، لعبها لاعب المنتخب اليمني، وأتى من خلالها تقدم المنتخب اليمني بهدف المباراة الأول في هذا اللقاء. معليش معليش يا شباب، هدف أول. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد.